متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه الخاصه اللي تنصف السي عبد الله لوكشيت، صحفي مهتم بالشان الثقافي على المستوى الوطني. المغرب خلال سنه السبعينات عرف واحد ظاهره تاع مجموعه الغنائيه اللي يعني ولات واحد واقع معاش على المستوى الفني والثقافي في المغرب، وتعرفت على الصعيد العالمي. علاش وقفت هذه المجموعه الغنائيه؟ شنو الاسباب؟ على دور الرواد تيموتوا، ولكن بدا واحد يعني صوره تاع المجموعات بدات تتظهر. من اجل مناقشة القضيه ديالنا نستضيف السي عبد الله لوكشيت. السي عبد الله مرحبا بك. تحيه ليك وتحيه لكل متتبعي انفاس بريس. علاش المجموعات الغنائيه يعني الصوره ديالها بدات تتظهر؟ مابقاش كما كان سنوات السبعينات ولا حتى الثمانينات ولا الى التسعينات القرن العشرين. لا، ربما غادي نخالفك الراي. نخالفك الراي هو انه المجموعات الغنائيه أو ما يصطلح عليه بالظاهرة المجموعاتية، وهناك من يقول بأن سميتها الظاهرة الغيوانية، فمرتبطة يعني بتأسيس ديال واحد المجموعات بداية السبعينات. نقول لك واحد القضية، أي مدينة مشيتي لها الآن إلا وكتلقى أطفال، كتلقى شباب عاودوا داروا مجموعات ويقلدون هاد المجموعات، بمعنى هذاك العنصر ديال الاستمرارية وديال ديال 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 الاستمراريه ديال نصف قرن الان. لان كل تقريبا المجموعات الرائده، ناس الغيوان وتقادة وجيل جلاله، المشاهب، السهام، ومسناوه اللي جات، يعني بيناتهم كاينه 50 عام حتى 40 عام. دابا قلت هذا كاين شوف، نعطيك كنمشي للشمال واحد العديد ديال الفرق تاسست. اذا ها الاجيال تعانق هذاك المتن. كاين الاجيال تعانق هذاك الموروث، ولكن السؤال ديالي هو ما تعلمش مجموعات غنائيه اللي عندها ابداعات خاصه بها كما كان السياق. بالنسبه للغيوان السياق لان السياق اللي ظهرت فيه المجموعات ماشي هو السياق الحالي. السياق الحالي هو شنو اللي اختلف؟ لا السياق المجتمعي الثقافي. لا، السياق المجتمعي والثقافي والسياسي هو اللي اعطى هذاك. خاصك تعرف ان هذه المجموعات ظهرت في واحد الوقت اللي كاين واحد النقاش، وكانت حاله احتقان، وكانت حاله هذا، وكانت حركه مسرحيه وحركه ادبيه وثقافيه لها خصوصيتها، ويعني انها تمتد الى الستينات. خاصك تعرف واحد القضيه، ان الرواد اللي اسسوا الظاهره راه كلهم يعني رجعوا كانوا يعني انها المهد، وكما كيقول احمد دخوش الروداني كيقول لك المهد ديال الظاهره راه هو المسرح. المسرح في 1965 و66 ملي غادي نقول انا نقول المرحوم بوجميع الله يرحمه، ولا نقول العربي باطمه، ولا نقول يعني هذا يعني الاسماء كثيره، عمر السيد، احمد دخوش الروداني، الجميع الاخوان كلهم دازوا من المسرح. اذا ذاك المسرح اثر. من بعد جاء المسرح ديال الصديق اللي هو كان المدرسة والجامعة اللي تكونوا فيها، واللي هي يعني مدرسة خاصة اللي عطات لها الأشكال التعبيرية والأغنية ويعني الموروث الثقافي والفني والشعبي والأشكال التعبيرية اللي عندنا الحلقة، وهاد الناس كلهم متشبعين. جات الأمور تطرح السؤال، وجات إبداع. حيت المبدع شنو؟ المبدع علاش استمروا 50 سنه؟ وانا ديما كنرددها، كنقول ان الاستمراريه ديال 50 سنه ولا نصف قرن من العطاء هو مرتبط بذاك التفاعل مع المحيط. هاد الناس تفاعلوا مع المحيط. تقول لي الاستمراريه وكانك تتهضر لي على المجموعات الغنائيه، يعني باستثناء المجموعات اللي قليله دائما في الانتاج. الا خدنا دابا الناس الغيوان في الجديد، لا ما كاينش دابا ما كاينش جديد. انا كنقول لك الاستمراريه ان الناس ما قبروهمش. ماشي قالوا ماتوا، ولكن عايشين بالماضي. عايشين بالماضي. كاين فرق اللي باقا تبدع، كاينه فرق اللي باقا كتبدع. ما تنديروش التعميم، ما كاينش. كاينه فرق اللي باقا تبدع، ولكن هذيك الابداعات كتلقى القبول. وكتلقى القبول هذا السؤال اللي نطرحوه لهذوك الناس دابا، الاطفال والشباب والفرق الجديده اللي خدات مشات هذا الطريق، هي اللي خصها تخرج من جبه التقليد الى جبه الابداع. وجبه الابداع لها خصوصيتها. راه كاين ذوق جديد، وكاين اجيال جديده، وكاين وسائل تعبيريه جديده. لان مثلا نعطيك مثال، ملي كينوض واحد عالمي وكيدير واحد الميكس، كيدير يزاوج بين شي حاجه موروثه وبين وبين بين بين, بين الوسائل ديال الموسيقى الجديده، كتلقى انها كتمشي بعيد. انا بنت، انا عجبتني فلا بنت
فنانة خدات خربوشة ودارت لها واحد هذا ومشات ما نشوفوها نميرة. نميرة ملي كيشد مثلا كيشد شي حاجة من الموروث الشعبي ديالنا كتلقى واحد الصدى. الحنا الآن عصر الرقميات عصر الأجيال هذيك الهضرة وداك الشيء وباش نتسنى راه ملي كنا الستينات كنا نتسناو كلثوم كنبقاو معها أم كلثوم الله يرحمها كنبقاو معها ساعتين أو نبقاو معها ساعتين ونص. شوية جينا للسبعينات ظهروا المجموعات تقلصات المدة. دابا راه خاص الفاست فود خاصك تعطي داك الشيء مركز ويبقى الخصوصية ديال الشباب ديال اليوم لك لحقوق وقم عقله. أكثر شوف دابا شي مغنية على مستوى اليوتيوب يعني كلمات بسيطة كذا كتنتشر هذا هو تلامسوا الواقع الواقع تاع الشباب هذا اللي كاين. شوف الملامسة ديال الواقع ديال الشباب عاوتاني نردوا البال راه ملامسة الواقع راه خاص احنا ماشي غادي ننزلوا للواقع راه خاصنا احنا نرتقيوا بالواقع. الرسالة الفنية راه ماشي كما كانوا كيقولوا المصريين الجمهور عاوز كذا. لا ما خصناش نديروا الجمهور عاوز كذا خص هذاك الجمهور وديك الاذن وديك الاذن والذوق خص نرفعوا به لان هذه رسائل. ملي جاوا الناس المجموعات راه كانوا اصحاب رساله راه تغنوا بالواقع وتغنوا بالهموم ديال المواطن وتغنوا بالموروث ديال المواطن داكشي اللي كيعجب المواطن. وكانوا خمسه ولا سته الفراقي وكتقول كيفاش هذا بان والاخر بان تا هو دار بلاصتو وهذاك بان دار بلاصتو هذاك لانهم كانوا مبدعين كبار وكان كان كان لا تنافس ولكن مبدعين عنده قال لي خلاوه يعني الشباب ديال اللي عنده عنده واللي ما عندوش راه ما عندوش عنده لانه مبدع لانه ود المسرح لانه عنده واحد الهاجس ثقافي وفني لانه عصامي في التكوين ديالو. الناس راه مشوش الجامعات ولكن ملي كتجلس عنده كتلقاهم فلاسفه وكتلقاهم انهم كيتكلموا انهم ويمارسون ما يسمى بالفلسفه اليوميه يعانقون اليومي يعانقون المعيش ويعانقون الواقع. وخاصك تحدد انت تبع على الرواد تاع المجموعات هذه ما تشوفش بان موت هذا الرواد هذا ساهمته في يعني الصوره تاع الناس أكيد, اكيد 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 ولكن انا نستقيم وهذه حقيقه يعني كانت مجموعه شوف شوف الرواد هذه الحقيقه هذه الحقيقه استشرفوا الاخوان ملي داروا المعنوني دار معاهم الفيلم ديال الحال وكانوا كيتكلموا واحد السيكونس شادهم الكاميرا وكيتكلموا على بعضياتهم قال ليه واش العربي على الناس غير واش العربي وغادي يهز الطويلات في 70 عام ولا شي حاجه ولا هذا وعلى الاستمرار كانوا هذا الهاجس ديال الاستمراريه كان الموت الموت هذا حتمي حنا اليوم هنا غدا عالم الله هذا حتمي ولكن كيبقى كما قالت واحد السيده كيبقى كتقول لك ان هذه المجموعات بحال الخميره البلديه دابا الخميره البلديه ما كتقاداش كدير منها شويه وعاوتاني كتاخذ وكتبقى هذيك الخميره البلديه راه مازال حاضره حاضره من خلال معانقه يعني الشباب بالاستمراريه ولكن كانوا نقولوا للشباب وكنوصيوا الشباب وتزيدوا خرجوا تكلموا بلغه الشباب خذوا الاصل خذوا المتن خذوا اللب ولكن اللب ديروه في واحد السلوفان جديد وفي واحد الكرتونه جديده باش تعطوها لهذا الشباب هذا. سي عبد الله شكرا جزيلا على قبول الدعوه ديالنا وتتبعي قناه فاسبريس. الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.